آه طيبين هالشايات، يسلموا إيديكي. أورهان شاهنور خانم ليش عم تعطيك مصاري؟ قلت لك يا حبيبتي، هي وعدتني إنه تفتح لي محل وكل فترة وفترة بتعطيني. أنت عم تقول الحقيقة ما هيك؟ طمني بالك حبيبتي إلهام، كله مزبوط. بس هي مو أول مرة، بعدين ليش دائما بتقعدوا مع بعض على جنب وبتحكوا وبتتهامسوا؟ لك عم نحكي بالشغل، ليش ما عم تصدقيني؟ لأني أنا عم موت من خوفي، ليك إذا بصير شيء. خلصنا بقى، حاجة تحكي بالموضوع، فهمتي؟